أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين <applause> اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج كان الكلام في القواعد التي لا بد أن نقف عليها لفهم النص بشكل عام وعندما اقول نص يعني اما مكتوبا واما ملفوظا الان حديثنا في المكتوب باعتبار ان النص الملفوظ من النبي صلى الله عليه واله سواء كان قرانا او كانت روايه الان ليس محل الابتلاء وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام انه ليس محل الابتلاء الان بالنسبه الينا الذي هو محل الابتلاء هو النص المكتوب لمعرفتي ولتحليلي ولفهم نص مكتوب بشكل عام او النص القراني بشكل خاص اعزائي نحتاج الى ان نطوي مراحل ثلاث المرحله الاولى هي فهم اصل المتن النص المكتوب بغض النظر عن اي شيء اخر ما معنى فهم المتن فهم هذا النص المكتوب يعني القواعد والاسس النحويه والصرفيه والبلاغيه ونحوها التي, الذي كتب هذا النص على اساسه لانه بالامس نحن ميزنا بين الكلام وبين ماذا وبين اللغه قلنا ان اللغه شيء والكلام الملفوظ او المكتوب شيء اخر لا ينبغي ان نخلط قواعد احدهما بالاخر اذن عندما نريد ان نحلل هذا النص المكتوب اولا المرحله الاولى ان نقف على ماذا على القواعد التي على اساسها كتب ماذا اللي محل بحثنا الان هنا وهو ان القران الكريم كتب بلغه عربيه واللغه العربيه كما يقول علماء العربيه أن اللغة أو الخطاب الدارج والغالب فيها هو البعد الذكوري للبعد ماذا؟ الأنثوي وهذا ما أشرنا إليه بالأمس وهو أنه أنت عندما قلت وهو المشهور أن هذه الضمائر أو هذه الصيغ إنما هي للمذكر سواء على مستوى الجمع أو على مستوى التثنية حتى على مستوى التثنية لا فقط على مستوى الجمع أنت عندما تقول أبوان أبوان وتشير بهما إلى ماذا؟ إلى الأبي والأم يعني إلى الذكر والأنثى خب لماذا لا تقول الأمان؟ باعتبار أن اللغة ترجح الأب على من تغلب الأب على الأم عندما يريد أن يقول لا يقول الأب والأم يقول ماذا الأبوان نعم هذا أحسنتم ذاك وهكذا إذا أنتم تجدون بأنه أساسا الغالب هو ماذا هذا مرتبط بأي شيء ها هذا مرتبط بالقواعد هي مرتبطه بالقواعد اللغه العربيه هاي المرحله الاولى اللي هل حديثنا الان فيها هذا الحال المرحله الاولى اللي الان خلوا حتى تعرفون المراحل المرحله الثانيه ان هذه الجمل والسياقات وطريقه اداء المعارف وبيانها للمخاطب هذه هي المرحله الثانيه اللي يعبر عنها الكلام مو القواعد الكلام كيفية ماذا؟ الكلام هذا الذي في البحث السابق نحن وقفنا عنده وهو أن المتكلم عندما يتكلم يتكلم لمجتمع ثقافته شفاهية أم لمجتمع ثقافته ما هي؟ كتابية إذا كان المجتمع ثقافته شفاهية فيتكلم معه بنحو يغلب المحسوسات يضرب الأمثلة يشبه ونحو ذلك أما إذا كانت ثقافته ثقافة ما هي ها كتابية يتكلم بنحو آخر هذا الذي وقفنا عنده قلنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن القرآن كلام بلغة عربية لمجتمع ثقافته ما هي شفاهية وليست ثقافة ثقافته ماذا؟ كتابية هذه لابد ان نأخذ بعين الاعتبار حتى نفهم لماذا فعل هنا قال هنا هكذا ولم يقل هكذا وهذا اللي مع الاسف الشديد الان في علوم القران يطرح او لا يطرح؟ ابدا لا يطرح ملا. هذه من اهم قواعد ومن اهم اسس ومفاتيح علوم القران واضح أعزائي؟ إذا الآن نحن حديثنا مو في المرحلة الثانية وإنما في المرحلة في المرحلة الثانية قدمناها فيما سبق، الآن في المرحلة الأولى. إذا كان الأمر كذلك، قلنا بأنه عندما نراجع هذا النص الذي بأيدينا وهو النص القرآني. الذي نعتقد انه جمع على عهد النبي الاكرم وباشرافه المباشر والا اذا لم يكن كذلك فيه حديث اخر احنا نتكلم على هذا الاساس حتى على اساسه نقول ان تنظيم الايات في السوره الواحده ما هو توقيفي والا اذا كان في عهد الخلفاء الاخرين ماذا يكون اجتهادي من حقي ان اقول هذه الايه مو مك... م... ليس مكانها هنا مكانها في مكان اخر أه. كما يقول البعض واقعا من غير علم لانه لا يعرفون المبنى مالها ما هو اذا انتم قبلتم ان رسول الله صلى الله عليه واله جمع القران وجمع القران تحت اشرافه بعد لا معنى ان تقولوا ان هذه الايه موضعها مو هنا نعم اذا صار المبنى مبنى افترض السيد الطبعي لان السيد الطبطبائي لا يعتقد بانه ترتيب الايات في السوره الواحده ترتيب توقيفي بنحو ماذا بنحو الموجبه الكليه لا يعتقد يقول لا بعضها بترتيب من النبي وبعضها بترتيب من 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 الصحابه من بعد عند ذلك بعد من حقك ان تقول هسه اما لغرض ومرض واما لاجتهاد خاطئ هاي الايه وضعوها هنا وليس موضعها في هذا المكان ما ادري واضح صار الى هنا الان نحن عندما نرجع الى هذا القران وهذا الاصل الموضوعي احفظوه نجد ان القران في تسعين في المئة من آياته يخاطب الرجال خطابا مباشرا يا ايها الذين امنوا يسالونك هو عندما يجيب ماذا؟ يجيبهم بشكل مباشر اما عندما يتكلم عن النساء يخاطبهم بشكل مباشر او لا يخاطبهم ها فقط اخرجون نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يخاطبها يا نساء النبي خرج لنساء النبي ولكن في أي موضع آخر أساسا إما لا يذكر النساء أبدا وإنما يخاطب من ها الرجال وإما إذا أراد أن يخاطب من نساء يخاطبهن بضمير الغائب يعني يخاطبهم بشكل مباشر او لا؟ لا ما ادري واضح ولا؟ وهناك الشواهد في القران احكام مرتبطه بالنساء ولكن يخاطب الرجال الحكم حكم خاص بمن؟ ما اريد اقول كل الاحكام اللي مرتبطه بالنساء يخاطب الرجال، لا في المحيض هو ما يخاطب الرجال ولكن احكام مرتبطة بالنساء ولكنه لمن يخاطب يخاطب الرجال مثلا انظروا هذه في سورة النور مولان في سورة النور أعزائي في سورة النور الآيات 58 إلى 60 أعزائي انظروا إلى هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات خطاب مباشر لمن للرجال واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم والقواعد الخطاب لمن توجه من الرجال صار لمن؟ بيني وبين الله احترم منها القران كما احترم الرجال وخاطبهم عندما يتكلم مع النساء فلماذا؟ فليخاطبهم لكن مباشره تحول الى ضمير غيبة ضمير الغائب قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليكن لو فليس عليهن اذا كان خطاب مفروض لابد شنو يقول؟ الايات قبلها تكلمت مع الرجال بعنوان شنو؟ هسه تقول لي لماذا؟ لانه بعد ذلك سيتبين ان المتكل ان المخاطب اشرف ممن؟ شنو؟ البعض قد يقول واحد سيدنا ناس شنو الفرق؟ انه كذا، الجواب التفتوا جيدا تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب يعني الخطاب مباشره اشرف من الخطاب عن الشيء ماذا بضمير الغائب هذا برهان هذا هذا زركشي مولانا برهان هذه قواعد اسسوها اذا عندما يتكلم عن النساء بضمير الغائب يعني يريد ان يشرفهن لو لا يريد ان يعتني بهن لماذا لماذا ما ادري واضح هذا التساؤلات هذه لابد ان نجيب والا اذا ما نجيب خل الاشكال يكون واردا او ليس بوارد اساسا اما بالام ذكرنا لكم فيما يرتبط بنعيم الاخره مو فقط القران الكريم استعمل جمع جميع المذكر السالم في كثير من الأحيان أصلا تفاصيل نعيم الرجال بالنسبة بنعيمهم والنساء بماذا يتنعم كواعب أترابا وإلى وإلى حور مقصورات في الخيام إلى آخره كله تكلم ولكن يوجد مورد واحد تكلم عن نعيم النساء عندما يتحدث عن الأمم السابقة ثمانين بالمية تسعين بالمية تكلم عن ما؟ عن ماذا عن الرجال وعن النساء قد يتكلم أيضا عن ملكة سبأ ولكن إذا قيس إلى ما يتكلم عنه القرآن تجد تسعين بالمية يتكلم عن الرجال مع أنه ليست القضية منحصرة بماذا بالأمم السابقة والأمم السابقة رجال ونساء ولكن لغته لغة ما هي لغة ذكورية الان فاذا هذه القضيه واضحه من هنا جاءت هذه القضيه او جاءت هذه القاعده قالوا لا اشكال ولا شبهه نحن نعلم ان المراد الجدي للمتكلم في النص القراني يريد الرجال ويريد ماذا؟ ويريد النساء ولكن في مقام التعبير عن ذلك استعمل ماذا؟ ضمائر مرتبطة بهما لو مرتبطة بالرجال ومختصة بالرجال بالرجال من هنا جاءت قاعدة شي يسموه قاعدة التغليب قالوا أنش أن المتكلم مراده ما هو مراده الرجال والنساء مراده الذكور والاناث لانه هدى للناس ولكن عندما جاء في مقام ايصال ذيك المعارف اي لغه نستعمل؟ استعمل استعمل الاعم استعمل الاخص استعمل الاخص لماذا هنا لابد ان نجيب قالوا الضمائر اللي استعملها يا ايها الذين امنوا مو مقصوده الجدي فقط الذكور وانما مقصوده الذكور والاناث ولكن في مقام الحديث تكلم بلغه ماذا؟ هذه القاعده اللي تسمى قاعده شنو؟ ها؟ تغليب مصاديقها كثيرة في اللغة العربية يعني المراد الجدي عام ولكن اللفظ المستعمل لبيانه ما هو خاص أضرب لكم جملة من الأمثلة من كتاب البرهان البرهان في علوم ماذا؟ في علوم القرآن الجزء الثالث دار الفكر مولانا في الصفحة في الصفحة 349 قال تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب يعني اذا كان في الحديث ماذا مخاطب وغائب يجعل اللغة المستعملة يا لغة لغة الغائب لغة ماذا المخاطب بعد ذلك سيبين يقول لأشرفية المخاطب على ماذا؟ على الغائب هذا مورد من أعزائي من قواعد من مصاديق قاعدة التغليب اثنين أعزائي تغليب العاقل على غيره إذا كان المراد الجدي أعم من العاقل وغير العاقل يستعمل يا لفظ أعزائي ها؟ لفظ عاقل وإن كان المراد الجدي ما هو أعم ولكن اللفظ المستعمل ماذا للعاقل ولكن المراد الجدي ليس هو العاقل فقط وإنما الأعم من العاقل وغير العاقل ثلاثة مولانا اثنين ثلاثة تغليب الأكثر على الأقل إذا كان هناك مجموعة من مئة نفر التفت جيدا تسعة وتسعين بالمئة منهم أليف وواحد منهم شنو باء فعندما يخاطب يخ... يضع لفظة لمن للتسعة وتسعين وإن كان مراده يشمل ماذا مورد آخر أعزائي يعني مصادق أخرى مولانا تغليب الموجود على ما لم يوجد تغليب تغليب الاسلام على غير الاسلام و و ولو كان يعبر تغليب ما هو مطلوب على ما ليس بمطلوب مثالهما اين؟ هسه ما اريد أقول قال الدرجات للعلو والدركات ماذا؟ للسفل الله من يتكلم عن المنافقين ماذا يقول في الدرك إذن عندما نقول دركات مقصودة ماذا في المطلوب وغير المطلوب أما عندما نقول درجات في الجنة ما نقول درك دركات الجنة نقول ماذا ولكن القران في جملة من الاحيان يقول ولكل درجات أعم من الدرجات في الجنة والدركات أين في الجحيم لماذا لإن هذا أشرف من هذا وهكذا تغليب الاشهر على غير الاشهر خلي ذهنك الان مو محل حديثنا في هذه مصاديق التغليب ابدا احنا حديثنا اين؟ ها؟ تغليب المذكر على المؤنث وان كان المؤنث ايضا مراد ولكن عندما يعبر يعبر بماذا؟ يعبر بالمذكر الان هو لطيف التفتوا جيدا كل هاي القواعد الاخرى هذا التغليب المذكر على المؤنث يستثنيها يقول خب اذا فرضنا ان المؤنث اكثر عددا يقول يغلب المذكر يعني افترض تسعي تسعة وتسعين بالمئة امرأة ووسطهم شي يوجد القرآن ماذا يعبر يعبر بضمير المؤنث لو بضمير المذكر يعني قاعدة الاكثر والاقل هنا شنو العاقل وغير العاقل إذا كان في هؤلاء يوجد مذكر مجنون ونساء شنو عاقلات المن الرجح مولان ها المجنون يعني بعبارة أخرى نقدم منه المذكر ما ننظر إلى أنه فقط بمجرد أنه مذكر هذا دي يقول علماء اللغة ها مو القرآن دي يقول يقولها ليروح إيش اشتباعتكم هذا لا تحملوا القرآن هؤلاء حملوا قواعدهم على ماذا على القرآن ولهذا إذا يوجد مجنون مذكر وحوله عشرين شنو ها امرأة عاقلة عندما نرجع الضمير علي عليهم ماذا نرجع؟ نقول كنا لو هم هم نقول. خرجوا لو خرجنا خرجوا التفتوا جيدا مجموع هو قال قال درجات في الدرجات يعني عندنا تقوى وعندنا شنو؟ فسق وفجور اذا اكو فد رجل شنو هو؟ فاسق فاجر كافر في الدركات شنو؟ الجحيم وحوله ايش ها؟ مئة من اعلى درجات التقوى، يعني مريم وامثالها مولانا بحسب اللغه العربيه شلون نرجع الضمير؟ ها؟ يقول خرجنا لو خرجوا اذا هذاك الذي قاله بحسب تغليب التقوى انطبق في المرأة والذكر والأنثى لو ما نطبق كلهن نسحق تحت أقدامنا لأجل ماذا؟ لأجل الذكورة مع أنه إذا تجي أنت إلى القرآن يقول إن أكرمكم عند الله ها أتقاكم يعني في مقام التعبير لابد المن يقدم يقدم في التقوى يقدم المراه لو يقدم الذكر يقدم المراه قرانيا اما لغويا يقدم الذكر كما يقول هؤلاء من هنا اعزائي في صفحه 348 من البرهان هذه مولانا القاعده لأول مصداق مالها تحت عنوان التغليب المصداق الأول له ما هو المذكر. شنو المذكر. تغليب المذكر على المؤنث سواء كن المؤنثات أكثر أعقل أتقى الشيء تقول عندما اجتمع مذكر مع مؤنث أيهما يقدم ها يقدم المذكر واضح أعزائي القاعدة قاعدة التغليب هذا المعنى أعزائي في الجمع والمثنى واضح في الجمع والمثنى ولذا في النحو الوافي أعزائي في النحو الوافي لعباس حسن مولانا انتشارات ناصر خسرو طهران ايران المجلد الأول أعزائي في الصفحة 109 أعزائي، في صفحة 109 في الحاشية 109 في الحاشية رقم أربعة يقول كما أن العمرين أو الأبوين وغيرهما مقصور عليهم إلى أن يقول فقد كان العرب يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده فإذا عندك التفت جيد فإذا عندك نفران أحدهما أهم من الآخر واحد ذكر واحد أنثى وإن كانت الأنثى أهم وأعقل و وإلى آخره ولكن لأن الذكورة هي الأهم مش نعبر واضح زي هذا في باب التثنية قال فقد كان العرب يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده ثم يجعلون معنى المثنى شاملا لهما معا من قبيل ماذا؟ يقول كقولهم القمران في الشمس والقمر واحد واحد منهم مؤنث واحد منهم ماذا؟ مذكر إن غلب مع أن القمر يأخذ ضوءه ممن؟ من الشمس ولكن لأنه مذكر ولو مجازي يقدم على ماذا؟ على المؤنث المجازي لا تقول الشمسان تقول ماذا؟ لماذا؟ لشرفية التذكير على التانيث ولو كان مجازيا، لأن قلنا هذا مجازيات لو حقيقيات بالأمس بينا، قلنا مجازيات يقول كقولهم القمران في الشمس والقمر والعاقل على غيره و وإلى غير ذلك، هذا في أين؟ في التثنية في الجمع تعالوا معنا إلى نفس المجلد الجزء الأول صفحة 127 أعزائي يقول مثل هذا الجمع وما سبق ما سبقه إلى أن يقول والعرب تغلب العاقل ولو كان قليل العدد على غيره بعد مولانا بعد والتغليب المسموع إلى أن يقول استخدم مثل هذا الجمع كذا وكذا كما في المثنى هل يذكر في العاقل ويذكر أيضا هناك أيضا ماذا في صفحة 109 ويذكر ماذا ويذكر المؤنث والمذكر في التثنية إلى آخره أهم خصائص قاعدة التغليب الخصوصية الأولى أننا لا ندور مدار العدد كما أوضح. في التذكير والتانيث ايهما اكثر عددا نلتزم به او لا نلتزم؟ لا نلتزم به. الثانيه الخصوصيه الثانيه ان هذا التغليب المشهور بين علماء اللغه في الجمع والتثنيه في المفرد من هالشكل؟ احنا الى الان كنا نتكلم ماذا؟ في صيغ الجمع وصيغ ماذا؟ التثني في الصيغه المفردة شنو؟ يعني اذا عندك ذكر واحد وانثى واحد وتريد تعبر مولانا بما يشملها شو تعبر؟ ها؟ الجواب جمله من الفقهاء لانه عندهم شغل في هذه القضيه وعندهم محل ابتلاء قالوا من باب التغليب ايضا المفرد المذكر وان كان المقصود والمراد الجدي المذكر والمؤنث ولكن عندما نريد ان نعبر عنهما نعبر عنهم بصيغه ماذا؟ المفرد المذكر فمثلا عندما ناتي الى الصبي مؤنثه ما هو؟ الصبية والحكم لمن هو؟ للصبي و الصبية ولكن نحن عندما نعبر نعبر بماذا؟ بالصبي لاشرفية المذكر على المؤنث مورده وين اعزائي؟ هذا المورد الاول تعالوا معنا إلى جامع المدارك في شرح المختصر النافع للسيد الخنساري سيد أحمد الخنساري مولانا المجلد أعزائي المجلد الرابع قال بما دل من الأخبار على أن الصبي إذا بلغ أشده واحتلم يكون مالكا لأمره إذ لا شبهة في أن المراد من الصبي أعم من الصغير والصغيرة مولانا الصبي لغة ما المذكر كيف يشمل المؤنث يقول من جهة ال... ها تغلي, تغلي. وهذا له أثر لأنه عندك روايات كثيرة ورد فيها حكم الصبي فنجري نجري ذلك الحكم في الصبي أو لا نجري الصبي بوله مولانا يتطهر منه أو لا ولهذا الجملة الآن من رسائل العملية موجودة يقول إذا كان ذكرا فبوله إلى كذا سنة طاهر أما إذا أنثى من اليوم الأول بولها نجس لماذا؟ يقول لأن الرواية مرتبطة بمن؟ بالصبي والصبي موضوع لمن؟ للأعمل للمذكر للمذكر تتصورون بان هذه المسألة لا ليس لها اي اثر فقهي سيدنا وين مودينا؟ لا عزيزي هذه لها اثار فقهية وكلامية والى اخره هذا موردنا اعزائي المورد الثاني كتاب السرائر مولان لابن ادريس الحلي مولان المجلد المجلد الثاني صفحة وعشرة ولا تدخل الأمة في العبد إذا وجد وجدت روايات قالت حكم العبد كذا فيجري ذلك الحكم في الأمة أو لا يجري ها شو إذا قلنا أنه أطلق العبد من باب التغليب فالمراد وإن كان يشمل الأب أما ولكن ذكر العبد من باب التغليب قال بل لو وجد إنسان أما لم يكن حكمها حكم العبد لأن يعني أنثى ذيك أحكامها تختلف لأن القياس عندنا باطل إلى أن يقول والأنثى يقال لها عبد وأمة ولا تدخل الإناث في خطاب الذكران اصلا هذولا انسانيا في مرتبه الذكران الاناث لو دون مرتبه الذكران دونه الا على سبيل التغليب هاي تدرون هاي اثارها في فهم النص القراني ما هو اذا قبلنا هاي النظريه اذا كلما جاء ضمير مذكر فمختص بمن؟ ها؟ فلكي يشمل النساء ايش يحتاج؟ ها؟ <applause> الى دليل مستقل، لا دليل مستقل، اما دليل اخر. اي دليل؟ دليل عقلي، دليل نقلي، قرينه متصله، قرينه منفصله، مو مهم، المهم اصل الخطاب يشمل او لا يشمل اذا قبلنا هاي النظريه. ما ادري قدرت اوصل المطلب ليت بايدر اذا فهم الخطاب القراني بناء على هذه القواعد ملانس جد تصير شنو؟ معقده جيد خلوا ذهنكم يم السؤال هذا اهم سؤال اللي كل هاي المقدمه لهذا السؤال لماذا ان العرب يغلبون الذكور على ماذا على الانثى يعني عندما يقولون باب التغليب لماذا لا يغلبون الانثى على ماذا يعني يوجد ذكر ويوجد أنثى يذكرون ضمير من؟ الأنثى لماذا يذكرون ضمير الذكر؟ الجواب واضح التفتوا لي جيد ي... لم أجد أصلح من هذا التعبير مولانا للزركشي مولانا التفت جيدا قال بعد أن ذكر كل أنواع شنو التغليب ومنها الآن محل, ك... محل كلامنا ما هو؟ تغليب المذكر على المؤنث قال الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق فعندما يغلب الذكر على الأنثى لأن الذكر ما هو مو الذكر المسلم المؤمن المتقي الولائي الذي يطبر لا 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 مو هذا إذا صار ذكرا فهو أشرف ماذا فهو أشرف من الأنثى خلي فلتكون الأنثى مالتك لا من قبيل من قبيل هسه انت جيب لك م م كما يقال الامثال تضرب ولا تقاس لا تقولون بانه سيد من قبيل انت جيب لك حمار مولانا هذا الحمار دربه وعلمه ومولانا كل شيء سوى او اي حيوان اخر جيب قرد مولانا جيب اسد مولانا مو في هذا بعض كذا يدربون شنو الحيوانات هسه بلغ ما بلغ هذا في الذكاء هذا الحيوان عندما يقاس إلى الإنسان أيهما أشرف حتى لو كان إنسانا لا يعقل لا يفهم لا 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 غير ذلك يقولون الإنسانية في هذا الإنسان أشرف ماذا من هذا الحيوان هؤلاء يقولون الذكرية أشرف لا علاقة لنا بأنه هسه المرأة أعلم أعقل أتقى أفهم شتر تقولوا قولوا ولكن كونه ذكرا هذه قواعد اللغة العربية عزيزي لا يروح ذهنك إلى القرآن ولكن مع الأسف الشديد نحن دا نفهم القرآن من خلال يا قواعد هذه هذه يقول شنو قرأ كتاب شو اسمه في شنو في علوم القرآن يعني أنت تريد تقرأ القرآن اقرأه بهذه القواعد اللي دعنا انا, أنا اسس لك اياها يعني. من قبيل انه تفهم الفقه لابد تقرا اصول الفقه هذا اصول شنو؟ اصول القران علم اصول القران اسال الان الشبهه لعد وارده او غير وارده على القران بناء على هذه القواعد لا ان الشبهه وارده على القران وارده بنظاره ماذا؟ هذه القواعد جمله من الاعلام هم يقولونها هسه اشير الى بعضه من هنا ياتي هذا السؤال اذا كان الامر كذلك وهو ان هذه الالفاظ موضوعه للاشرف اللي هم شنو للذكور هسأ الفاظ ضمائر وصيغ الى اخره إذا إذا بأي نكته تستعمل هذه لتشمل لمن؟ الإناث أيضا، يحتاج لها إلى نكته أو لا تحتاج؟ ما هي النكته؟ على أي أساس إذا أنتم الذين تقولون أن الآيات القرآنيه استعملت صيغ المذكر في من؟ ها؟ في المؤنث، على أي أساس؟ لأن المفروض أن هذه الصيغ لمن؟ للمذكر وانتم تقولون انه يشمل من؟ المؤنث ايضا ما هي نكته ذلك؟ هنا توجد ثلاثه اجوبه خلوا ذينكم جدا دققوا في هذه المطالب لانه بهذا البحث بهذا الشكل لا تجدوها في محل اخر الجواب الاول الجواب الاول يقول أن كل هذه الصيغ والألفاظ والضمائر موضوعة للمذكر حصرا يعني الموضوع له ما هو المذكر تقول يجوز استعمالها في غير يجوز استعمالها في غير المذكر ايضا جمعا ولا لا يجوز استعمالها في النساء ماذا حصرا هل يجوز استعمالها في المؤنث جمعا يعني المذكر والمؤنث يقول نعم يجوز ولكن بعد الاستعمال يكون حقيقيا لو يكون مجازيا لانه استعمل اللفظ فيما وضع له لو في غير ما وضع له في غيره فماذا يكون؟ يكون مجازيا، التفتوا جيدا، فاذا صار مجازيا فكل آية في القرآن عندما ندخل اليها وصيغها ومفرداتها ذكورية تكون مختصة بمن؟ بالذكور، فعلى من يدعي الشمول لابد ماذا يأتي؟ بدليل وقرين وإلا إذا مع عدم وجود القرين حتى مع الشك في القرينة الأصل ما هو عدم القرين ما أدري واضح ولا فإذا الأصل في الآيات القرآنية عموماً غير الآيات المختصة بالنساء غير الآيات التي فيها قرين أنه يشمل النساء لا بشكل عام مختصة بمن تكون ها بالرجل تقول لي سيدنا واقعا اكو يوجد من يقول هذا الكلام أه بسم الله الرحمن الرحيم البرهان في علوم القران الجزء الثالث صفحه وتسعة 359 جميع باب التغليب من المجاز كل هاي المصادق التي ذكرناها لكم ومنها تغليب المذكر على المؤنث شنو هو مولان؟ من باب اذا استعمل لماذا؟ يقول لان اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، يعني لو اريد به الاعم من المذكر والمؤنث استعمل فيما وضع له او لم يستعمل، لم يستعمل فيكون استعمالا مجازيا، الا ترى ان القانتين بحسب اللغه موضوع لاي شيء؟ للذكور موضوع للذكور النساء مشمولات وما مشمولات. اللي يريد يقول مشمولات لابد لابد ان ياتي بماذا؟ بدليل بقرينه الموضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف وهو القنوت فإطلاقه على الذكور والإناث إذا قلتم يرادوا بالآية أعم من الذكور والإناث يكون على غير ماذا؟ على غير ما وضع له وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة هاي بعد فائدة فائدتان هذه بعد أن ذكر إلى العاشر تغليب الأشهار هذه كلها إذا استعمل في غير ما وضع له يكون استعمالا مجازيا هسه التفت لي هذا المعنى أعزائي أيضا الإحكام في أصول الأحكام تأليف الإمام العلامة الآمدي المجلد الأول الجزء الثاني من المجلد الأول المسألة الثامنة عشر عشرة اتفق العلماء على ان كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالاخر اذا عندك لفظ النساء يدخل فيه الرجال او لا يدخل؟ واضح لا يدخل اذا عندك لفظ الذكور يدخل فيه الاناث او لا يدخل؟ هذا واضح وعلى دخولهما التفت وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامه تذكير ولا تأنيث كالناس ايضا شنو؟ ليس فعلاً. انما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامه التذكير اللي 90% من القران ما هو؟ من هذا؟ كالمسلمين والمؤمنين وآمنوا وعملوا الصالحات خالدون الى اخره ها هل هو ظاهر في دخول الاناث فيه او لا فذهبت الشافعيه والاشاعره والجمع الكثير من الحنفيه والمعتزله وجمله من اعلام الاماميه الى نفيه يدخل او لا يدخل؟ لا يدخل لا يدخل لماذا؟ لان هذه موضوعه لمن؟ للمذكر فاذا اردت ادخال النساء تحتاج الى من؟ الى قريب فإذا وجدت القرينة عندك هاي الصور التفت لي جيدا الصورة الأولى إذا لم توجد أي قرينة يحمل على المذكر ولا يشمل ماذا؟ المؤنث الصورة الثانية إذا شك في وجود القرينة وعدم وجودها في علم الأصول ماذا قرأنا؟ الأصل عدم القرينة الصورة الثالثة وهي مهمة في قرينية الموجود لا في أصل القرينة توجد قرينة ولكن لا نعلم أن المتكلم عندما كان دا يخاطب لأن فرضنا الثقافة الشفاهية دا يخاطب هذا المجموع كان يريد المؤنث أو لا يريد أضرب لك مثال يعني رسول الله في المسجد ويصعد المنبر وفي مسجده كما تعلمون هم كانوا يصلون النساء رجال هم يصلون جنو النساء وبدأ يخاطبهم وتكلم معهم بضمائر المذكر يشمل النساء لو ما يشمل النساء مع أنه كثير من الآيات هاي حالة كان يشمل أو لا يشمل مرة نعلم أنه كان قاصدا الرجال والنساء القرينة موجودة وهو وجود النساء هاي قرينية الموجود هذا موجود القرينة اعتمدها مرة أعلم أنه نعم اعتمد على وجودهن ليقول أن الخطاب ما هو أعم ومرة أشك أنه اعتمد وجودهن قرينة أو لم يعتمد يكون الخطاب مجمل مولانا فلا نعلم فإذا صار مجمل شنو نسوي مولانا؟ قرأتم في علم الأصول ماذا نفعل؟ نأخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن ما هو؟ الرجل شوفوا أصلا كل المنظومة القرآنية تقع تحت تأثير شنو؟ هاي القاعدة ما أدري واضح ولا؟ هذا هو الجواب اول يوجد جوابان اخران ان شاء الله الى غد والحمد لله رب العالمين